المسافرين حمدا لله على سلامة الوصول وأهلا ومرحبا بكم في مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة حيث التوقيت المحلي يشير إلى الساعة 2 العصر و45 دقيقة ودرجة الحرارة الخارجية 19 درجة مئوية. أعزائنا المسافرين مرجو من حضراتكم إقامة حزمة المقاعد المربوطة حتى تطلب إشارات رفع حزمة المقاعد كما نرجو التأكد من أخذ جميع أمتعتكم الشخصية معكم قبل مغادرة الطائرة. قائد الطائرة كابتن جلال الأزهر والملاحة يتوجهون إليكم بالشكر لإعطائكم من الخطوط العربية السعودية هذه الفرصة لخدمتكم كما نتمنى لكم طيب الإقامة وسعدنا أن نراكم قريبا على إحدى رحلات السعودية. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ladies and gentlemen, welcome to Prince Mohammed bin Abdulaziz Dubai. Board in Medina, which is the local time is 12:45 p.m. and the outside temperature is 19 degrees centigrade. Ladies and gentlemen, you are requested to keep your seatbelt fastened until the seatbelt sign turned off. Please ensure taking all your personal belongings with you before leaving the aircraft. We wish you a pleasant stay and look forward to see you soon on another Saudi Arabian Airlines flight. Thank you and goodbye for now.